إن من أفضل وأجل وأحسن وأفضل ما تراه في منامك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. جاء في صحيح البخاري قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في لفظ آخر قال: من رآني في المنام فقد رآني. وجاء في لفظ آخر قوله عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتراءى بي. وضبط: فإن الشيطان لا يتزايا بي، يعني لا يأتي في زيي. وجاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فكأنما رآني. وجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ما معنى هذا الحديث؟ هناك أقوال، وأصحها عندي قولان. الأول أن هذا خاص بمن هم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ممن آمن به في عصره ولم يره، فمن رآه في المنام فسيره في يقظته. والأصح من هذا القول هو قول من يقول بأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا مناما فسيراه يوم القيامة يقظة، بمزيد خصوصية يختص بها ويميز بها على غيره، وذلك لرواية من رآني فسيراني، وهذا في المستقبل. وفائدة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فائدة ذلك أن فيها أنسا وطمأنينة لهذا الرائي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، بأن هذه علامة على صدقه، فيزداد من العمل الصالح حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي يحتاج فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شفاعته وإلى الشرب من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه.